هناخد السيربيلم. البرين ستيم كويس؟ واضح انه كويس. ماشي. السيربيلم احنا عندنا الثلاثه جانكشن مع البرين ستيم كان سوبيريو سيربيلر بدانكل، ميدل سيربيلر بدانكل اللي هو اكبر واحد، وانفيريو سيربيلر بدانكل. الجزء الاوسط اللي ما بين التو سيربرال هيمسفيرز هنسميه فيرمس، تمام، اللي هو في الميد لاين. الجزء الانترولاترال هنسميه حاجه اوفال شيبت بنسميها ايه؟ فوليكولوس. الجزء الانترو انفيريور وده الوحيد اللي مسموح ان احنا نشوفه عند الفورم الماجنم لغايه 3 مللي تحت الفورم الماجنم، بس مش اكتر من كده، اللي هو اسمه ايه؟ التونسلز. في 3 فيشرز بتقسم لي، او 3 ميجور فيشرز بيقسموا لي السيربيلم من فوق لتحت، يبقى اسمه برايمري وهوريزونتال وسب اوكسيبيتال، تمام. وفي ديب جراي ماتر اسمها دينتيت نيوكليس هيبقى فيها برضو ايه؟ ايرن كونتنت عالي. سيبك بقى ان لينجرا والنديول وكده هتبقى صعب. يبقى انا عندي في فيشر فوق، فيشر كده بالعرض، وفيشر تحت، هيبقى ده اسمه برايمري وده اسمه هوريزونتال واللي تحت اسمه سب اوكسيبيتال، تمام. ده عندي كده السوبيريور بارت بتاع السيربر هيمسفير، ده الانفيريور بارت، تمام. الحته الموست انفيريور بارت دي اسمها ايه؟ اللي بتترنيت في الفورم ماجنم، التونسل. دي السيربيلر تونسلز، تمام. الخط ده اللي بيغطي لي الفورث فينتريكل اسمه ميدلاري فيلم، تمام. تحت يبقى اسمه انفيريور ميدلاري فيلم، فوق اسمه سوبيريور ميدلاري فيلم. سوبيريور ميدلاري فيلم ده بيفضل محوط الفورث فينتريكل، هتلاقيه في مرحله من المراحل فاصل الفورث فينتريكل قدام عن السيسترن ده ورا. السيسترن ده اللي هو اسمه ايه؟ كوادريجيمينال سيستر، تمام. اوكي. والسيسترن اللي فوق السيربيلم ده اسمه ايه؟ سوبيريور سيربيلر سيستر، تمام. اوكي. فاكرين يا جماعه الحته دي كان اسمها ايه؟ التنتوريوم. ايه الساينس اللي بتمشي في التنتوريوم؟ الستريت ساينس اللي على الجنبين هتبقى فيه مين ومين؟ ترانسفيرس. يبقى الحته دي كان اسمها ايه؟ الكونفلنس اوف ساينس. اوكي. انا عند اللور بارت بتاعت الميدل، تمام، يعني تقريبا ايه؟ عند الحته بتاع الفورم الماجنم. يبقى الحتتين اللي نازلين من السيربيلم لتحت اسمهم ايه؟ التونسلز بتاعت ايه؟ السيربيلم. انا تحت خالص، فاللي هتظهر معايا كده في النص وتحت يمين وشمال هي التونسلز، تمام. طلعت فوق شويه ستيل لغايه دلوقتي مين دول؟ التونسلز، تمام، كمان تونسلز، تمام. الجزء ده اللي هو مين؟ فورث فينتريكل، وده ميدلا، وده سيربيلر هيمسفير. فوق في البرين الكورتكس كان بيسميها ايه؟ جراي ماتر وسلساي ما بينهم، او جايراي اند سلساي. هنا الجايراي ليها اسم مختلف في السيربيلر، اسمها سيربيلر فوليا. السلساي هي اللي هي سي اس اف كونتيني، لكن الجايراي بنسميها ايه؟ سيربيلر فوليا. اوكي. ايوه. اللي ظهر في النص ده هنا هو السيربيلر فيرمس. اللي هيبدا يظهر هنا انترولاترال هي الفوليكولس، ودي نهايات الاثنين دول اللي في النص وتحت التونسلز. طيب ده عندنا المدلة، يبقى الاكستنشن اللي هيطلع منها انفيريور سيربيلر بدانكل، وده هنا البازلر ارتر. اوكي. طلعت لغايه دلوقتي مين الاستراكشر اللي في النص؟ الفيرمس. مين الاستراكشر اللي انترولاترال؟ الفوليكولس، تمام. السيسترن ده اسمه ايه؟ لا امبيانت حوالين الميد برين، لكن مع البونز وال ايوه السيريبيلو بونتاين انجل سيستر. طب الكنال دي اسمها ايه؟ لا الهايبوجلوسال والجاجولار تحت على مستوى المظله، الاوديتوري، الانترنال اوديتوري كنال. ما انا بقول لك شوف الكرينيال نيرفز اللي بتطلع هنا، مش 7 و8 بيطلعوا انترولاترال من البونز، تمام، فلازم يخشوا على الانترنال اوديتوري. طبعا دي الايه؟ الانر اير نفسها. اوكي. اما الاستراكشر ده السي اس اف كونتيننج الاوفال شيبت ميكلز كيف، تمام. خلاص انا كده في ايه؟ ببدا اعلى في السيربيلم. ده ستيل مين؟ الفيرمس. الجانكشن دي مين؟ السوبيريور سيربيلر بدانكل. الجانكشن دي اعلى حته في الميدل سيربيلر بدانكل، تمام كده. ده ستيل الفورث فينتريكل. اوكي. طلعنا فوق شويه، ستيل ده مين اللي في النص؟ الفيرمس. ممكن نطلع ان اقول له بقى سوبيرو فيرمس انفيرو فيرمس، مش فارقه، هو سيربيلر فيرمس وبس. ودي ايه؟ سيربيلر فوليا. ده اعلى حته في مين؟ في الفورث فينتريكل، وده سوبيرو سيربيلر بدانكل، تمام. اوكي. اجين الجري ماتر دي عشان ما ننساش، هيبوكامبس. اوكي. البازلر هنا هيبدا ايه؟ يتقسم بقى للايه؟ الاثنين بوستيريور سيربيلر بتوعنا. طيب انا جايب بالصوره دي ازاي؟ سيربيلم وفوقيه برين، دي كرونال، تمام.
كورونال السيسترن ده، السيسترن ده اللي فيه مين؟ ايوه ده الموست بوستيرور بارت بتاع كوادريجيمينال سيستم اللي فيه ايه الانترنال سيريبرال فينز، تمام؟ بيكونوا لي مع البيزال فينز اوف روزنسال الجريت سيريبرال فين اوف جالي، تمام؟ فده اسمه كوادريجيمينال سيستم. في هنا الثلاثه فيشرز بتوعنا بتوع السيربيلا، فوق البرايمري بالعرض هوريزونتال، تحت السب اوكسيبيتال، يبقى في النص الجنكشن دي اسمها ايه؟ سيربيلر فيربس، تمام؟ دول غالبا دول اللي هم اللي ممكن يكون البيزال فين اوف روزنسال، وهم بيكونوا مع الانترنال سيربرال الجري سيربرال فين وكام، تمام؟ بس الاشهر يعني اللي اقول عليهم الانترنال سيربرال فينز، تمام؟ طيب الحته اللي تحت دي اسمها ايه؟ التونسل، بالظبط كده، تمام؟ دي الوايت ماتر. لو شفنا هنا حاجه فيها ايرن كونتنت عالي هتبقى نيوكليس، اسمها دينتيت نيوكليس. وتاني الثلاثه فيشرز بتوعنا، فوق البرايمري بالعرض الهوريزونتال، وتحت هيبقى السب اوكسيبيتال، تمام؟ طيب فاكرين ده الفنتريكولار سيستم، الاثنين دول كانوا مين؟ الفورنس. يبقى الاثنين فيسلز دول اللي هم راجعين لورا انترنال سيريبرال فينز، انترنال سيريبرال فينز، تمام؟ اوكي ده الموست بوستيرور بارت من استراكشر، شايفين حتى عامل اربع دوائر اهو، يبقى ده مين؟ ايوه الموست بوستيرور بارت من البيت برين اسمه ايه؟ ايوه ده التكتم اللي فيه سوبيريور كولوكيلاي وانفيريور كولوكيلاي، تمام؟ لو شاور على واحده من دول، تمام، صح انك تقول التكتم، بس قول عادي هنا دي الليفت سوبيريور كولوكلاس اوف ميد برين، صح؟ يبقى السيسترن اللي ماشي على جنبيه من ناحيتين اسمه ايه؟ امبيان سيستير، اللي كان فيه اثنين فيسلز، الارتري تحت بوستيريور سيريبرال، الفين فوق بيزل فين اوف روزنسال، عشان يطلع يتحد مع الانترنال سيريبرال فينز في المنظر اللي هو ده، هو جاي من تحت هنا لفوق، يبقى البيزل فين اوف روزنسال هنا والانترنال سيريبرال فينز عشان يكونوا الجريت سيريبرال فين اوف جالين اللي هيصب في الستريت ساينس، تمام؟ اوكي يبقى دي الدنتيت نيوكليس. طلعت انا قدام شويه الميد برين اهو ظاهر، السي اس اف ده اسمه ايه؟ ثيرد فينتريكل، ودول الثاني مين؟ انترنال سيريبرال فينز، اوكي وده الامبيانت سيستير. لغايه دلوقتي مين اللي هيبقى الاستراكشر اللي في النص؟ الفيرمس. السي اس اف اللي تحت السيربيلم ده ورا سيسترنا ماجنا، اوكي الاثنين استراكشرز دول التونسلز والجري ماتر دي الدنتيت نيوكليس. انا طلعت ايه قدام شويه؟ نعم فهم. ده اللي في النص، الاستراكشر اللي في النص اللي هو مين؟ لا لو فورث فينتريكل، لو شاور على سي اس اف، يعني لو بص لو شاور على الحته دي ممكن نقول عليه فورث فينتريكل لان ده سي اس اف، لكن هو مشاور على ايه؟ سوفت تيشو تبع السيربيلم. هنا كاتب لك النوديلس اليوفيلا كذا 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 اسمه في الاخر ايه؟ سيربيلر فيرمس، دي بارتات منه، اوكي تمام. نفس الكلام انا هنا ده الميد برين، الميد برين له وصله مع السيربيلم، الوصله دي اسمها ايه؟ سوبيرو سيربيلر بدانك. يبقى لو في هنا وصله على الجنب هيبقى اسمها ايه؟ الميدل سيربيلر بدانك. ستيل لغايه دلوقتي الفيرمس والتونسلز، تمام اوكي. طلعنا قدام شويه ستيل مين دول؟ التونسلز لانهم قدام، ده نهايات الفيرمس، ده فورث فينتريكل، الاكستنشن دول مين؟ جايين من الميد برين للسيربيلم، يبقى مين؟ سوبيريور، لا سوبيريور احنا فوق، سوبيريور سيربيلر بدانكل، يبقى الوصله دي الميدل بقى، انا خلاص هنا في على مستوى الميدل، ده هيبقى الميدل، ده السوبيريور، وغالبا اللي تحت ده الانفيريور. انا مش متخيلها في الكون خالص، هي صعب، انا جايب لها صوره في الاخر. الميد برين بقول انا سوبيريور بس، هي في الاجزاء الواضحه صح كده؟ خلاص انا جايب لها صوره في الكورونال في الاخر خالص، الصوره تيبيكال بحيث تحفظ الصوره دي، بس نعود نفسنا من دلوقتي على قد ما تقدر يعني، تمام؟ ممكن نشوف السيريا سيربيلا والميدل سيربيلا في نفس السيشن؟ يا فندم. المفروض يعني الحته دي كده الميدل والحته دي السوبيرو، تمام؟ الميد برين كان فيه ريد نيوكليس وبراها شويه هتبقى سبستانشا نيجرا، تمام؟ اوكي. طيب لا ما هي الفكره دلوقتي هو مش شكل ميد برين، لكن مين الاستراكشر اللي موجود هنا؟ باي اناتومي، مش ده كده الثيرد فينتركل؟ الاستراكشر اللي تحتيه هيبقى مين؟ ميد برين، يعني ميد برين في الليفل ده، والاستراكشر اللي هنا انت
تمام المفروض هيبقى مين البونز تمام هنا هيبقى الميد برين وهنا البونز. طيب لو ده البونز يبقى الجانكشن دي اسمها ايه هنا نقدر نقول عليها بقى ميدل سيريبرال سيريبرال بنك الحلو يبقى الحاجه الاوفال شيب دي الفوليكلس برافو عليك دي الفوليكلس ودي الفوليكلس يبقى الاستراكشر ده التونسل بالظبط كده. السي اس اف اللي عايز يبدا يتكون هنا قدام انتر بدانكلر سيستم ممتاز يا باشا ممتاز يبقى ده هيبقى الثيرد فينتريكل ده الانتر بدانكلر سيستم اوكي. طيب انا جايب دلوقتي صوره ساجيتال من على جانبي السيريبلم عادي ده هيبقى الفيشرز بتاعتنا اللي هو البرايمري والهوريزونتال والسب اوكسيبيتال تمام. ده عندنا اني هورن من اللاترال فينتريكل حاجه الصغيره دي تمبرال هورن يبقى الجرين ماتر دي ايه هيبوكامبس تمام. وده كده عندنا اللي هو جانكشن بتاع الاتريوم مع البوستير هناخدها كمان شويه ده طبعا اللي هي التنتوريا. طيب انا دخلت على الميد لاين شويه تمام شايفين دي مين الاستراكشر ده البونز اكبر واحده في البرين ستيم يبقى الجانكشن مع السيربيلم دي اسمها ايه الميدل سيربيلر بدانك سيربيلر بونتاين انجل ده سيستر تمام هيبقى سي اس اف تمام. لكن ده كده ايه يبقى انا الميدل سيربيلر بدانك انا اقدر اجيبها اكزيال وكرونال وساجيتال بس تيجي في التيبيكال بلين تمام. الانفيرير بارت ده خلاص كان اسمه ايه التونسل تمام اوكي. دخلت اكتر على الميد لاين الانفيرير بارت ده العظيم ده من السيربيلم هيبقى مين التونسل اللي ممكن يهرنيت سنه صغيره على على الفورام ماجنا. السيسترن اللي تحت السيربيلم ده مين سيسترنا ماجنا. السيسترن اللي ورا الميد برين وادريجينال. السيسترن اللي فوق السيربيلم سوبيريو سيربيلم. السيسترن اللي قدام البونز بريبونتاين. اللي قدام الميد برين في الحته دي انتر بيدانكولر واللي فوق السله سوبرا سيلا. امال مين الاستراكشر ده لا لا هيبقى لاترال فينتريكل ممكن تمام بس خلي بالك انه حته كوربس كالوزم تمام سوفت تيشو ده ميه صح ولا لا ده ابيض سي اس اف لازم تدور على حاجه فيها سي اس اف تمام كوربس كالوزم لا ايوه اهو ده مين بقى يا دكتور ده كوربس كالوزم يبقى ده مين تمام اللاترال فينتريكل الثيرد هيبقى المفروض في الحته دي تمام اشمعنى الحته دي عشان الثالاموس بقى وكده اوكي. يبقى تاني السيسترن ده وده فورث فينتريكل وده كوادريجيمينال امال دي ايه او سوبيريور كوليكلس انفيريور كوليكلس والسيسترن ده صح صح لا مفيش مشكله انا مش عندك ولا حاجه هي صح كوادريجيمينال بليت صح تمام ميد برين حتى صح بس يعني عيب قوي بقى لازم نحدد يعني اتفضل حاضر حاضر. السيسترن اللي تحت السيربيلم هيبقى سيسترنا ماجنا تمام. السيسترن اللي فوق السيربيلم سوبيريور سيربيلر سيستمز تمام. بعد كده هنجيب بقى السيسترنات اللي ريليتد للبرين ستيم. السيسترن اللي قدام المضله بري مضلري. السيسترن اللي قدام البونز بري بونتاين. السيسترن اللي قدام الميد برين بيبقى ما بين السيريبرال بيدانكلز فاسمه انتر بيدانكلر سيستم. هيكمل على السيسترن اللي فوق السله ترسك اللي هو ايه سوبرا سيلر سيستم. ورا الكوادريجيمينال بليد بتاع الميد برين سيستيرن اسمه كوادريجيمينال سيستيرن تمام. الكوادريجيمينال سيستيرن بقى اللي فيه ايه انترنال سيريبرال فينز والفينوف جالين ومش عارف والباينيال بودي هتلاقي فيه حاجات كتيره تمام اوكي. يبقى السيستيرن ده اسمه ايه انتر بيدانكلر. انتر بيدانكلر سيستيرن فيه نيرف بيجي من وسطيه اللي هو اسمه ايه اوكيلوموتر وفي ستراكشر دايريه كده اللي هو مين ماميلا ريبوتي ماميلا ريبوتي. اما البوستيرو سيريبرا بيمشي في انهي سيسترن على الجنب يمين وشمال الامبيانت تمام. يبقى السيسترن اللي هيبقى على جانبي الميد برين هيبقى اسمه امبيانت. السيسترن اللي على جانبي البونز سيربيلو بونتاين تمام اوكي. امال هنا السوبر سوبيريو ولا السوبر سيريو سيسترن ايه الاستراكشر اللي فيه ده اوبتيك كياز تمام والحته دي كان الانفانديبلم ومعاهم كمان السيركل اوف ويلز ده كان اسمه ايه كوادريجيمينال سيستم اللي فيه مين الفين ده انترنال سيريبرال فينز تمام. اما الفين اللي هيجي من هنا ده اللي هو بيزل فينو بروسنسال هيبقى في انهي سيستر في الامبيت تمام. ولو شفنا بودي في الحته دي هنسميه مين لا باينيال بودي امال مين ده الماميلاري بودي انتيرير تمام. ده تبع الليمبيك سيستم ده انتيرير في الانتر بيدانجلر سيستم. الباينيال بودي بوستيرير في الكوادريجيمينال سيستم وبوسترو سوبيرير الحته دي الحته دي التيوبر سيناريو
اوكي او هايبوثالامس خلاص. وفي ساعات تقريبا بيقولوا على الخط ده نفسه ميديان امنس. اوكي طيب دي مين الجنكشن؟ نعم انا اسف اللي هو ايه هي المفروض اللي هو الميديان امنس بس هو لو قلت هايبوثالامس ايفن صح لكن ما يشاورش على دي وتقول الهايبوثالامس لا ما له اسم تمام ده ماميلاري بودي. اوكي دي انهي كانال؟ الانترنال اوديتوري كانال الاوبننج بتاعتها اسمها بورس اكوستيكس تمام على انها اكوستيك كانال. طيب الحاجه دي اللي هي اسمها ايه؟ ايوه ده فيسل ده مش نيرف تمام طالما عامل اللوب ده كده مش نيرف ده فيسل اللي هو الايكا. اما ده وده فيشيال وجلوسوفارينجيال تمام. الحاجه اللي هتبقى انا اسف فيستيبيلو كوكل رايت تمام وده طبعا مين مثلا وده ميكلز كيف كويس ودي الفيستيبيول تمام وده الفيرمس. الحاجه دي فوليكولس بالظبط تمام. طلعت فوق شويه لغايه دلوقتي دي الفوليكولس وده الفيرمس دي كانت نهايات مين التونسلز تمام. اوكي فيشيال فيستيبيولو كوكيلر فيستيبيول وكوكليا وده ميكلز كيف تمام برضو نفس الكلام. اوكي برضو هي 7 و8 التونسلز الفيرمس تمام. وانا هنا في مين في الكورونال سي اس اف ده اسمه ايه ثيرد فينت سي اس اف ده انتر بيدانكلر سيستير سي اس اف ده لا سيربيرلو بونتاين انجل. السي اس اف اللي هيبقى هنا هو الامبيانت تمام. اوكي الاستراكشر ده الكبير ده ولاترالي فوليكولس الاستراكشر ده ترايجيمينال على جانبي البونز دايرايا على جانبي البونز يبقى ده ترايجيمينال. هنلاقي دايرايا في الانتر بانكروس ستيرن هتبقى اوكيلوموتو تمام وهنا ستيل 7 و8 بس انا ورا يبقى دي مين فيستيبيول. ليه بقول عليها فيستيبيول؟ لان ليها سيمي سيركولار كانالز من ضمنها واحده طالعه لفوق سوبيريو سيمي سيركولار كانال ولاترال وبوستيرو. طيب الفيسل اللي تحت هنا ده مين؟ بايكا والفيسل ده ايكا تمام كده كويس قوي. يبقى النقطه دي مين؟ اوكيلوموتور والدايره اللي هتبقى هنا دي بس هتبقى قدام شويه هنشوفها قدام شويه احسن تمام. طيب الفيسل ده لا 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 الباينري بودي ولا لا ده مين؟ ده الميدل سيريبر لان هيبقى في السيريبر فيشر تمام بس ده ميدل سيريبر برانشز تمام. امال ده وده في السيستيرن اللي على جنب الميد برين اللي كان اسمه ايه؟ ايوه بوستيريو سيريبرال تحت بيزل فينو بريزنسال فوق ده الامبيان سيستير تمام كده. اوكي نطلع تاني على قدام تمام. هيبقى ده وده مين ومين؟ بوستيريو سيريبرال بوستيريو سيريبرال وده وده سوبيريو سيريبرال يبقى اللي ما بينهم اوكيلوموتور. لو شفنا حاجه تانيه تمام ممكن يبقى التروكليير نفسه بس الستاندرد ان الاوكيلوموتور تمام. وده وده ترايجيمينال. اما الحاجه القوقعيه دي كوكليا. اوكي انا نفس الكلام الفيسل ده مين؟ لا يا راجل ده الايكا ده حاجه كبيره قوي ده الفيرتبرال نفسه ده الفيرتبرال نفسه تمام. امال مين اصلا الحته دي يا جماعه الدايره دي اللي هي ايه؟ فورم ماجنم. يبقى الحته دي ايه؟ التونسل. ما قلنا هي الوحيده اللي ايه اللي بتنزل من الفورم ماجنم ومعانا لغايه 3 مللي اكستنشن لو انا في الساجيتال. اكتر من كده هنسميها هيرنييت التونسل اللي هي ممكن تشخص كاري 1 لو معاها فيرني سيرينجز بقى وكده. اوكي قلنا البارت ده فورم ماجنم او اللي هي ايه بلايفس. يبقى لغايه دلوقتي الفيسل الكبير ده الفيرتبرال الفيرتبرال تمام. اوكي لقينا نيرف طلع من قدام هيبقى هايبوجلوسال نيرفات طلعت من ورا 9 10 11 الجزء ده من السيربيلم التونسل تمام والباقي ايه السيربيلر فوليا يعني وكده. الجزء ده من المدله بيراميد وده اوليف وما بينهم بري اوليفري ساركس بوست اوليفري ساركس فينتر ميديان دورز ميديان ده الفورث فينتريكل تمام. اوكي وده سيسترن اسمه ميدلري سيسترن او بري ميدلري سيسترن الاثنين صح. اوكي تمام الاكستنشن اللي بدا يتكون ده مين؟ لا لسه متواصل الفوليكولس هتبقى اللي بره خالص. ايوه انفيريور سيربيلر بيدانكل
inferior cerebellar bronch لان دي الجنكشن ما بين البونس والميدال. فده الانفيريور سيربيلر بلانك، لكن الحاجه اللي بره خالص دي تمام هتبقى الفوليكولس. اوكي ماشي. مين النيرف ده؟ ترايجيمينال. يبقى الحته دي ميكلز كيف، ودي نهايات انهي كانال؟ انترنال اوديتري كانال. لو رجعنا الليفل اللي تحت هنلاقي اصلا انترنال اوديتري كانال بدات تتشاف من هنا. تمام اوكي، يبقى ده ستيل الفيرمس، ده نهايات التونسلز، ودي الفوليكولس. اوكي طلعنا فوق شويه، دي superior cerebellar peduncle. تمام ماشي. fourth ventricle vermis ماشي. نطلع فوق اكتر، ده مين؟ basilar internal carotid نفسه. internal carotid هيدي الميدل cerebral هيروح على السيلفيان، والانتيريور cerebral هيروح على الانتر هيمسفيريك فيشر، اما البازلر هيدي البوستيريور cerebral هيروح على الامبيانت سيستم. تمام اوكي، وده نهايات الفورث فينتريكل، ده ستيل الفيرمس. الامبيانت اللي هو ده، ادي انا عندي ده مين؟ ميد برين. الميد برين وراه كوادريجيمينال لان ده اسمه كوادريجيمينال بليت، قدامه انتر بدانكلس ستير لان دول اسمهم ايه؟ سيريبرال بدانكلس، وعلى الجنبين امبيانت ستير اللي بيمشي فيه بوستيريور سيريبرال ارتري تحت بيزل فينوكلوسنسال فوق. تمام ده الفورث فينتريكل. تمام الخط ده اللي حارس الفورث فينتريكل من فوق هو سوبيرور ميدالري فيلم، وقلنا بيفصل الفورث فينتريكل قدامه عن كوادريجيمينال سيستير ورا. ده كان الانتر بدانكلر سيستير اللي كان المفروض بيظهر فيه اتنين بوديز، دي اللي هم مين؟ ماميلاري بوديز. اما كوادريجيمينال سيستير من فوق هيظهر فيه بودي برضو تاني اللي هو باينيال بودي. شايف عرفتوا بقى الفرق بين الاثنين؟ باينيال بودي ده بوستيرير، هو طبعا مش باين هنا، اما الماميلاري بوديز انتيرير. مين الاستراكشرز دول اللي على الجنب دول؟ اوبتيك تراكس. تمام وده مين بقى اللي ده؟ ميدل سيريبرال. ده مين؟ انتيريو سيريبرال. اوكي تمام، دي خلاص بقى الجنكشن بتاعت الميد برين مع هنا البيزال جانجليا. حتى مين اللي بدا يظهر في النص ده مثلا؟ ثيرد فينتريكل. هنا الماتر دي اسمها ايه؟ سبستانشيا نيجرا، ودي ريد نيوكليس. لغايه دلوقتي دي اللي هي الحاجات اللي فيها ارن كونتنت جوه الميد برين، اعلى حته من الميد برين، ودي السوبيريور كوليكولاي، دي الاكوداكت اوف سيلفيس. تمام نفس الكلام الفورامين دي اسمها ايه؟ حسب النيرف اللي بيخش فيها بيدخل فيها من انهي سالكس، بري اوليفري ولا بوست اوليفري؟ ها انا هخيرك، هل الجاجولر ولا الهايبوجلوسال؟ هو بيدخل من البري اوليفري الجاجولر. تمام البري اوليفري سالكس اللي هي قدام، اما الجاجولر البوست اوليفري ورا، فدي غالبا الجاجولر فورم. السيسترن ده اسمه ايه؟ بري ميدالري. الاستراكشرز دول التونسلز، وده الفيرمز، وده الفورث فينتريكل. الاكستنشن اللي عاملاها المدله ورا دي انفيريور سيربيلر بدانكل، دول تاني التونسلز، ودول الفيرمس، ودول فوليكولاس. تمام كده اوكي، طلعنا ورا الاستراكشر ده ايوه انا قلت لكم في الاول خالص، خلي بالك عشان هتغلط فيه وتقول ترايجيمينال. الترايجيمينال بيطلع انتيريور عشان يخش فين؟ في الميكلز كيف اللي هو هنا، وهيطلع من فوق. ده نهايات برضو الفوليكولس. تمام تابع الفوليكولس، انا جبتها اصلا الصوره دي في الاول وقلت لكم دول 7 و8 اللي قدامه، دول 7 و8 تمام، لان دي الانترنال اوديتري كانال، ودي مفيش مشكله مفيش مشكله، هي تكمله الاستراكشرز ده. تمام بس كده كده الترايجيمينال اهو، الترايجيمينال هيخش على الميكلز كيف، بيطلع لقدام. انا هرجع تاني، المفروض ده الميكلز كيف، فالترايجيمينال لو هيطلع مش هيطلع كده، هيطلع كده. تمام يا جماعه عشان بس ما نغلطش، في حاجات بتبقى متشابهات كده. ده الترايجيمينال نفسه، وده الميكلز كيف. البازلر يبقى ده البري بونتاين سيستيرن، يبقى السيستيرن ده ها سيريبيلو بونتاين انجل سيستيرن. تمام كده فورث فينتريكل سوبيرور سيربيلر بدانكلز برضه ستيل البازيلر. تمام السيسترن ده انتر بدانكلر، السيسترن ده امبيانت، السيسترن ده كوادريجيمينال، الحته دي اكوداكت، الحته دي بيري اكوداكتال جريماتر، الدايره دي ماميلاري بودي، ودي اوبتيك تراكت. تمام اوكي السيسترن ده الحته دي
اكسلنت ميدل سيربيلر بتانكل دي الجانكشن اهي تمام اوكي كل ده تبع مين ميد برين الحته اللي جوه غالبا ريد نيوكليوس والحته اللي بره دي تبقى انترولاترال شويه ليها اللي هي سبستانشيا نيجر تمام ستيل لغايه دلوقتي الحته دي اما دي الفوليكلوس بالظبط كده طلعنا قدام شويه برضو بقول لك ممكن دي ريد نيوكليوس ودي سبستانشيا نيجر اوكي طلعنا قدام دي فوليكلوس ده ترايجيمينال ده اسمه ايه لا ده رايت سيريبرال بيدانكل تمام الفيسل ده بايكا الفيسل ده ايكا كويس قوي ودول مين 7 و8 اوكي نعم ده ترايجيمينال دول 7 و8 ايكا بايكا ها انت بدك سيستين انا مشاور على الاستراكشر ده ليفت ليفت اوكيلو موتور ليفت اوكيلو موتور كويس قوي لغايه دلوقتي ليفت اوكيلو موتور ستيرو سيريبرال سوبيرو سيريبلر مين دول ماميلاري بوديز ولو في هنا دايره وفي هنا دايره هيبقوا اوبتيك تراكس ادي هي اهي دي مين ودي مين اوبتيك تراكس وده مين اوكيلو موتور وده لا سوبيرو سيربيلا الايكا هيبقى في الليفل ده والبايكا هيبقى تحت شويه انا هرجع بقى انا هرجع شويه خطوتين عشان نشوف الليفلز تمام بص دي عندنا مين البونز على اللور بونز هتلاقي الايكا لا ثيرد فينتريك اهو تمام يبقى ده مين ده الميد برين وده الانتر بلانكر سيستم على مستوى الميد برين هيطلع السوبيرو سيريبرال البوستيرو سيريبرال والسوبيرو سيريبلر على اللور بونز هيطلع الايكا على المدلة هيطلع على اللور مدلة كمان هيطلع البايكا فالبايكا بعد كده الايكا بعد كده كملت فوق فوق مستوى مين البونز ادي اللي هي على مستوى الميد برين سوبيرو سيريبرال سيريبلر وبوستيرو سيريبرال يبقى ده مين ده ده الايكا لو شفنا حاجه هنا تحت بايكا شفت بقى الليفلز مختلفه تماما تمام اوكي ويبقى الاثنين استراكشرز دول لا اوبتيك تراكتس دول مين ماميلاري بودز دول اوبتيك تراكتس تمام اوكي نفس الكلام الخط ده سوبيرو ميدلاري فيلم تمام والفيشر ده برايمري هوريزونتال سب اوكسيبيتال الاستراكشر ده التونسل ولو في هنا سي اس اف سيسترنا ماجنا سوبيرو سيربيلر سيستير الخط اللي انا مشاور عليه ده ايه تمام ولو في ساينس ستريت ساينس لو شاورت على هنا وقلت دي ساينس ساينس كونفلوس تمام الاستراكشر ده كان اسمه ايه ويتش بارت سبلينيوم سبلينيوم الاستراكشر ده انترنال سيربيلر فينز اللي هيجي لهم البيزل فينز اوف ريسيسال لو لقينا حاجه هنا مدوره باينيال بودي وحاجه هنا مدوره ماميلاري بودي وحاجه هنا اوبتيك كياسم تمام كده طيب الاوبتيك كياسم هيكمل قدام على هيئه ايه اوبتيك نيرف الدايره اللي فوق دي و انفيرير كوليكلس تمام كده